سبب وجودنا بهالمكان هذا هو تسليط الضوء على حالات الأطفال المصابين بمرض السرطان. هاي الحالات المهملة واللي تعرضت للإهمال الكبير نتيجة الحصار ونتيجة نقص المواد طبعا ودعمهم نفسيا لهالأطفال هدول ومساعدتهم لحتى يخرجوا من هالحالة هاي. هن مشكلين ما بين مرضى دم ومرضى أورام نظرا لأنه هدول الأطفال بيعانوا من معاناة نفسية كتير كبيرة بسبب الأزمة الموجودة بالبلد بالوقت الحالي وبسبب المرض بحد نفسه، أنه هن بيتعرضوا كتير لأدوية كيميائية نقل دم وبالإضافة للرد النفسي أنه علاج بشكل مستمر تحاليل مستمرة. لذلك حبينا تكون هاي الحفلة هي رفع معنويات لهدول الأطفال، نلفت نظر المجتمع سواء الداخلي أو الخارجي لهي الشريحة من الأطفال اللي هي بصراحة لحد الآن شبه مهملة. يعني في بعضهم حتى إذا لاحظت عندهم نوع من الإعاقة مثل الطفل مؤيد أنه كان عنده ورم دماغي، عنده نوع من الإعاقة الكلامية والحركية، فما عم يقدر ينقبل بالمدارس العادية. يعني هدول الأطفال بدهم عناية خاصة، بدهم أدوية خاصة، بدهم علاج. فحبينا من خلال هاي الحفلة أنه نرفع معنوياتهم وأنه نلفت نظر المجتمع الداخلي والخارجي لهي النقطة.